من المنظمات التطوعية المهمة في العالم كله هي منظمة الروتري. روتري أنشئت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1905، فهي احنا بنتكلم على منظمة عتيقة. بدأت العمل في مصر تقريبا من 95 سنة 94 سنة بالتحديد سنة 1929، عندها تقريبا فروع في معظم المحافظات في مصر. مفروض أنه الهدف المعلن لعمل الروتري في اي مكان في العالم ان هو يرسي السلام، ان هو يساعد في ان الناس تتفاهم وتتعايش، انه يبقى فيه تنميه، بيهتم بالتعليم، محو الاميه، نشر كل الثقافات اللي فيها خير ومحبه، بيقدم مش معونات يعني، او مش بيقدم الخدمه المساعدات في شكلها العيني او المباشر، لكن بيقدم المساعدات في شكل تنميه، في شكل تطوير. ناس كتير يمكن ما تعرفش هذا الدور اللي بيلعبه الروتري، والنهارده بالتحديد كان عندهم جلسه مهمه قوي، كان اسمها او المؤتمر كان اسمه الصوره العامه للروتري. كانوا هم نفسهم بيتكلموا على فكره ايه الصوره الذهنيه اللي موجوده عند المتلقي لكلمه روتري. لما بيتقال روتري دايما الناس بيجي في ذهنها مجموعه من الهوانم والبهوات اللي يعني بيتناقشوا، بيختلفوا، بيقترحوا حاجات، لكن التنفيذ مش متشاف. لكن النهارده كانوا بيتكلموا في هذا المؤتمر علشان يقدروا يوصلوا صوره للناس عن ان هم عندهم مجهودات كتير على الارض في مجال التعليم مع ذوي الاحتياجات الخاصه، قوافل طبيه، وانه في الفتره الجايه هيكونوا كمان نشيطين جدا جدا في العمل الخدمي والتنموي والتوعوي كمان في المجتمع. في إطار مؤتمرها الصورة العامة للروتري، ناقشت المنطقة الروترية مصر دور الروتري في العمل المجتمعي والتعاون مع مؤسسات الدولة وآليات تطوير هذا الدور وتعزيزه. أصبح الروتري بيمثل أهمية كبيرة في مصر ودور فاعل، وأنا معجب إن هم الفترة اللي فاتت ركزوا بشكل كبير على مشروعات تنمية في القرى في الصعيد وفي الريف وفي المدن حتى، أكتر ممكن من التركيز على المؤتمرات داخل الفنادق، ودي أكيد ساهمت في تغيير الصورة العامة للروتري. إيه الصورة اللي المفروض توصل عن الروتري؟ الصورة الحقيقية، يعني أنا عرفت إن أنتوا كنتوا في سيوة قريب، كان في قافله طبيه، كان فيها مجموعه من الدكاتره 30 دكتور وكلهم متطوعين ونزلوا واشتغلوا مع الناس، الحاجات دي الاعلام ما شافهاش، وبالتالي الناس كمان اكيد ما شافتهاش. الواقع بتاع الروتري بيقول ان احنا شغالين، ان الناس شغاله على الارض وان هي بتعمل حاجات كويسه قوي. لو انا ما وثقتش حكايتي، لو انا ما حكيتش حكايتي، ما حدش غيري هيحكيها. احنا في مصر من سنه 29 بنعمل في مختلف مجالات الخدمة، للخدمات المهنية، الخدمات الطبية، الأمومة، الطفولة، الصحة، البيئة، الحياة، كل مناحي الحياة، لأن كل الخدمات بتسمع في بعض. كل عمل بنعمله، كل إيفنت بنعمله هي لخدمة مجتمعنا، لحتى نقدر نخلي مجتمعنا يكون أفضل، والأشخاص اللي موجودين بالمجتمع عم يجيهم الرعاية اللازمة حتى يكون مستقبلهم أفضل كمان. احنا طبعا مهتمين بالخدمة المجتمعية جدا، عندنا بنشتغل في 7 محاور: البيئة والسلام والتمكين الاقتصادي والمية، ويعني بنشتغل في جميع المجالات تقريبا، طبعا الصحة والتعليم ومحو الأمية. انتوا بتوصلوا لكل الناس في مصر، وانتوا مهتمين بقضايا وطن، مش مجرد ناس بتعملوا اجتماعات، انا بحس بده. المؤتمر الذي يستهدف إلقاء الضوء على مشروعات روتري مصر لهذا العام وللأعوام المقبلة كمنظمة غير هادفة للربح ومعنية بالعمل المجتمعي، تضمن أيضا تكريما لبعض رموز الإعلاميين والشخصيات المصرية المهتمة بالعمل المدني.